تفضل. عندي ولدي باش نطهر ان شاء الله في الصيف، نجيبش هكا تشوف الفنان باهي هكا. هي عاد ما قلت لي عاد كاكا عاد نولوا نشوفوا لك. شوف شو تحب انت؟ زيد الرمان، زيد التمر. تحب الغزي؟ هز التمر. ها؟ شنو تحب نجيبه لك؟ والله الغزي ما يسالش. تحب الغزي؟ ما يسالش خويا، ما يسالش، تعمل انت مبلوك. زادك الوليد هذاك يعجبني. لا. عندي 7 سنين تعدوا. يا اختاري نكد. وقلنا نجيب. لا 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 اختاري نكد. اختاري خلي الغزي يزيد. باهي تو نجيبوك الغزي. انا راني الثقافة اللي خدمتها راهو من الستينيات. وانا نخدم في الثقافة، انا اسست مهرجان الفن المعاصر في الدوار نتاعي. والله يا اخي تسمع بيه؟ قاسما بالله نتذكر زارنا الوالي وقتها في الدشرة غاديكا، قعد دايخ قال لي يعطيك الصحة يا سي عبود الثقافة اللي تخدم فيها. تعرف حضرت له؟ علي بالله حضرت له 60 شقالة كسكسي بالبسلين. بالله ما تقول هالكلام. والله هاك اللحم الوالي يضرب 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 في كسكسي باللحم يضرب. ماما يرقوك لين داخ. قال لي يا سي عبود بابا بابا، قال لي مالا ثقافة تختفى. والله 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 ضرب ضرب كسكسي بالمسلين لين داخ. يا ودي هذيك هي ريتها الثقافة. فروخ تو جاية تختفى الثقافة. ريتها الثقافة مشت معي كسكسي. حول الله حول الله، أنا مش نرجح. أنا مخليهاش تمشي هكاك. احنا تو علاش أنا مجهود مهرجان وكذا. احنا تو مقترحين مع السيد الوزير باش ندخلوا معاكم في الشراكه. اي اي حبوا نعملوا مهرجان كبير ياسر، سموه مهرجان هذايا مهرجان عالمي. حسب الفكره تو بتاع السيد الوزير باش سموه مهرجان الرفيسه الرفيسه الثقافي. ايه مهرجان الرفيسه الثقافي. اه مهرجان الرفيسه الثقافي حاجه باهي. باهي فكره هذو بالطبيعه لازم نتشاركوا فيه. تدخل معنا وزاره الفلاحه تولي تدعمنا بشويه دقله شويه زيت شويه معناتها فارينا. هاي هاي وناكلوا مع بعضنا في ايه عشبيه. خلنا نرفتوا والله فكره باهي. نرفتوا مع بعضنا. ايه نرفتوا الناس الكل نرفتوا لها سيفه مهرجان لازم ما صارش في تاريخ تونس. نرفت الرفيسه تاع ربي وعليه زينه مش لعبه. لا والله لعنا الوزير هذا ناشط الحق. صحيح تحب الحق. انا الوزير هذا.